مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الناشط الحقوقي رشدي مفتي. اهلا بكم سيد رشدي. بدايه، الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريس دعا كلا من روسيا وتركيا الى اتخاذ تدابير عاجله لتحقيق الاستقرار في ادلب. لماذا لم يطالب برايك النظام الذي يقصف المدنيين ليل نهار؟ حياكم الله، اهلا وسهلا وشكرا للاستضافه. اهلا بك. الحقيقه الامر واضح و للجميع، والأمم المتحدة نحن بنظرنا منذ الساعة الأولى ونحن نعرف انحيازها للطرف السوري النظام، ولكن في الوضع الحالي يبدو أن النظام لم يعد هو في الواجهة الحقيقية أو في الواجهة تماما، وإنما هو يسير خلف الحليف الروسي بشكل مباشر، فهو المتحكم في على الأرض بشكل أساسي. سيد رشدي، في ظل دعوات غوتيريس للتهدئة، تقرير برنامج الغذاء العالمي يؤكد أن الحرب دفعت الملايين في سوريا إلى حافة الجوع. كيف تصف الأوضاع الإنسانية خاصة فيما يخص الأمن الغذائي في سوريا؟ في الحقيقة في أي مجتمع، المجتمع هو يتكون من ثلاث عناصر، هم يعني المنظومة المالية القائمة عليها الدولة. في سوريا حدث أن سوريا الدولة هي المتسببة في الأزمة الحقيقية، والقطاع الخاص خرج من سوريا، ولم يبقى إلا منظمات المجتمع المدني هي الدائمة الحقيقية للعمل في الداخل، والضغط على منظمات المجتمع المدني هذا يؤدي إلى عملية تجويع للشعب السوري في الداخل، مما يؤدي إلى المساعدة في اتخاذ القرارات وإجبار الناس الذين هم في الداخل للخضوع للقرارات الدولية والخضوع لبعض الملفات الأجنبية. بعد عملية منع إدخال المساعدات الأممية إلى المناطق المحتاجة، الأنباء تتحدث عن حرق لمحاصيل في الحسكة، هل نحن أمام حالة تجويع ممنهج ضد المدنيين في سوريا برأيك؟ أكيد هي أمر أو هي مجموعة أمور مدروسة مرتب إلها، الغرض منها بشكل أساسي اللي هو إجبار السكان في هذه المناطق اللي هي بالذات تحت سيطرة قوات الأسد ولا تحت سيطرة قوات اليبكة للخضوع للقرارات المحطوطة في هذه المناطق. فالشيء اللي احنا لامسناه في الفترة الأخيرة ما يقارب خسارة كبيرة جدا تقدر أكثر من 20 مليار ليرة سورية، سواء كانت هذه المناطق المحروقة سواء كانت منها في إقليم الجزيرة أو في إقليم الفرات أو في الطبقة أو في الرقة أو في دير الزور. وأنتم حضرتكم قبل شوي تكلمتوا عن الحسكة أيضا. نعم. فالأمر مدروس وممنهج من اللحظة الأولى، كيف يمكن الضغط على هذا الشعب أو كيف يمكن الضغط على الضامنين يعني للجري في القرارات الدولية المحطوطة. سيد رشدي مفتي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.